ساعة ما تشرب كوباية مية والمية تخش الدم، أربع أعضاء يتفزعوا، أقسم بالله العظيم يتفزعوا، الكلى والكبد والقلب والمخ، جزء من المخ، ولا يمكن تحتفظ بالمية في جسمك. كل اللي شربته يخرج بول أو عرق أو في النفس أو في البراز. يبقى أربع أعضاء طلعت المية اللي شربتها. ليه؟ لأن المية لو قعدت كارثة، ما هتخفف كل المحتويات، يتفزعوا يروحوا مطلعين المية اللي في جسمك كله. اشرب زي ما انت عايز في السحور، زي ما انت عايز، هتعطش قبل الفطار،